الآن هذا المنظر حق الغرفة اللي كنت ساكن فيها. طبعا في بدايتنا شفت أول الحمار وساكين نوري، بعدين تطلع برا شوف هذا الفيو حق الليك، شوف الليك. أنا هذا الفندق اللي احنا ساكنين فيه اسمه دين لاند، هذا بعض من تحت منظر، عندهم مطعم هنا. المنظر الخلاب بس لل الليك، هذه منظر حلو. هذا المنظر من هناك.